عن الماسك دي بس يا ول عايزين نقول لك بصراحتك يعني بتاعتك ايه ابو صلاح انا راح اسمعك الغنوه الصبح لما السعيد يقول ابو صلاح يقول ايه. انا اسمي محمود صابر بشتغل مؤلف وبعد برامج في اذاعه الراديو 90 رئيس تحرير البرنامج الصباحي. وفكره اغنيه محمد صلاح جات لي ويعني ايه كل ماتش كده من بدايه ما انتقل للدوري الانجليزي متابعه, فكل ماتش احس ان انا عايز اقول للراجل ده متشكر, متشكر انك بتفرحنا, متشكر انك بتغير من مود مصر كلها, متشكر انك بقيت قدوه محترمه لشباب كتير قوي. يعني فعلا في شباب صغير كتير نموذج محمد صلاح قدامهم غيره, ده بجد ده يعني حاجه انا لمسها في علاقاتي الشخصيه. يعني ليه؟ لانه هو يعني كسر كل الحاجات السلبيه عند الشباب اللي هو لازم اشتغل بواسطه, لازم يكون ليا حد عشان اشتغل, الدنيا ما فيهاش, البلد ما فيهاش. لا, ده واحد جاي من الغربيه ومن هو صغير جدا عنده هدف وعاوز يحققه, أهله ساعدوه قدر إمكانهم, هو ساعد نفسه اجتهد لغاية ما ربنا كرمه وبقى تقريبا من أفضل, يعني على حسب كلام بيليه وده من النجوم الكبار جدا في تاريخ الكرة العالمية, إن هو من أفضل 5 لعيبة على مستوى العالم. فكون إن واحد بدون أي مساعدة من حد, مجهوده الشخص, توكل على ربنا الأول ثم مجهوده الشخصي ومجهود العيلة بتاعته معاه يعمل ده, فيبقى نموذج لكل الشباب الصغير. يعني هو سنه ما شاء الله لسه ما عداش 26 سنة, من 25-26, فيا رب يعني إن شاء الله كتير من شبابنا يبقوا زي محمد صلاح. أنا مع كل ماتش زي ما قلت لك في الدوري الإنجليزي بفكر الراجل ده أقول له شكرا إزاي, فأنا أملك الكلمة, بشتغل شغلتي الكلمة يعني, فعملت له الأغنية وفكرت إن أنا أعملها بشكل مصري خالص. فالمصري الخالص ايه؟ هتعمله نوبي, صعيدي, فلاحي, سيناوي, سواحل اسكندرية او اسماعيلية او كده. فانا صعيدي فقلت اقرب حاجة ليا نعمله بالصعيدي علشان يتعمل له حاجة خاصة بمصر يعني, وكل الحاجات اللي اتعملت بيستخدموا فيها موسلا والحاجات اللي عملينها في دي حاجات جميلة جدا, بس هو الفكرة جات ان انا عاوز اعمل للراجل ده حاجة خاصة بينا احنا مصريين عاملينها. فالحمد لله طلعت محمد صلاح بالصعيدي والحمد لله انتشرت بشكل كويس يعني الحمد لله. ابو صلاح يا ناس دقيقة, اديله الكرة قدام رجليا, تلاقي جون والتاني في ديلو, تلاقي جون والتاني في ديلو, لا تقول لي ميسي ولا بليه, روحي روحي روحنا روحي روحي روحنا رايحة فيها. انتم تاني اسمه محمد ابو التوت العنق اموت من جريك مركز بسيون خربان لما يشوت ويجيب الجول. انا كنت عاملها سوشيال ميديا فقط وبنزلها على صفحتي بشكل لاصحابي والتفاصيل يعني. الحمد لله لقيت المساله انتشرت بسرعه جدا, وكان التوقيت بتاعها هو الموضوع. التوقيت بتاعها كان بعد ماتش المان سيتي التاني. جوارديولا طبعا كان شويه كان في تصريح ليه زمان لما قالوا له انت بتقارن, قالوا له ايه رايك في مقارنه صلاح بميسي, فهزر قال ايه مش واخد باقي, عمل حاجه كده لو تشوفها. بعدها على طول صلاح وفرقته طبعا ليفربول كسبوه في الدوري الانجليزي 4-3, طلعوه من دوري اوروبا رايح جاي, كسبوه رايح جاي على ارضه وعلى ارض الليفر. فده كان توقيت النزول بتاع الأغنية. الحمد لله انتشرت بشكل سريع جدا, قنوات كتيرة عربية ومواقع كتيرة إخبارية زي مثلا روسيا اليوم, زي مصراوي, وانتوا هو ما شاء الله أخبار اليوم اللي أنا بعتز إن أنا موجود معاكم يعني. لقيت قنوات كتيرة واخدها وفرحت لده جدا يعني, حتى قنوات عربية, في قنوات عربية نزلت الموضوع, ويا رب يكون الموضوع إضافة يعني كده وحاجة نقول له بيها شكرا يعني.